بشرة الوجه من أكثر الأماكن التي تتأثر بالجسم وتكون معرضة للإسمرار ولتكون البقع عليها. وفي هذا الفيديو عبر قناة معرفة وأكثر، اجتهد فريق إعداد معرفة وأكثر لتقديم هذه المعلومات الموزونة والعلمية من أجل التخلص من تلك البقع التي تترك آثاراً بنية اللون وتعطي إزعاجاً كبيراً. سوف نقدم لكم بعض الطرق والوصفات المميزة جداً في التخلص من بقع الوجه الداكنة والبنية والتي تتكون إثر الالتهابات الجلدية أو نتيجة آثار حبوب قديمة. أفضل الخلطات التي تتوافر لدينا في متناول أيدينا. فمن خلال موضوعنا سوف نقدم لكم خطة علاجية لإزالة تلك البقع من الوجه في مدة وجيزة. تعتمد هذه الخطة العلاجية على مكونين من أفضل المكونات الطبيعية للبشرة، ألا وهما الزبادي والشوفان. يحتوي الزبادي على العديد من المغذيات مثل الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة، ويحتوي أيضاً على حمض يسمى حمض اللاكتيك والزنك وفيتامين بي، وهذه المكونات تجعل منه مفيداً للبشرة. وينصح باستخدام الزبادي العضوي دون أي إضافات، ويعتبر بديلاً للمنتجات التجارية التي تحتوي على المواد الكيميائية والمواد الحافظة، بحيث تستخدم أقنعة الزبادي للوجه لنضارة وصحة البشرة. ما الذي يحدث للبشرة عند استخدام الزبادي؟ أولاً، هو مضاد لشيخوخة البشرة. لماذا؟ لأنه يحتوي على حمض يسمى حمض اللاكتيك وحمض الألفا هيدروكسي، مما ينعم البشرة الجافة والخشنة ويحد من علامات تقدم سن البشرة كالتجاعيد والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة، ويذوب خلايا الجلد الميتة ويقلص المسام الكبيرة، كما أنه مكافح لحب الشباب. لماذا؟ لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، بالإضافة إلى أنه مكون طبيعي غني بمادة الزنك، مما يجعله علاجاً فعالاً لحب الشباب. كما يعمل على التخفيف من تغيرات لون البشرة، حيث يحتوي الزبادي على مبيض خفيف يمكنه التخفيف من البقع والتغير في لون البشرة الناتج عن التعرض للشمس. كما أن له دور في تقشير البشرة، فالزبادي يقشر البشرة بحيث يزيل خلايا الجلد الميتة دون التسبب بتهيج البشرة، مما يسرع من عملية تجديد الخلايا، وهذا يؤدي إلى تصفية البشرة. وله دور في إزالة عيوب البشرة ويحد من حب الشباب من خلال التخفيف من التهاب البشرة والتقليل من إفراز الدهون وتدمير البكتيريا. أما المكون الثاني فهو الشوفان. لماذا الشوفان بالتحديد؟ يجب علينا أن نتعرف على مكوناته الطبيعية وعن آلية عمله حتى نتمكن من استخدام هذه الخطة العلاجية بشكل فريد ومميز ونحصل على نتائج دقيقة. الشوفان يتمكن من إزالة خلايا الجلد الميت، وقناع الشوفان واستخدامه بانتظام يعالج البشرة الجافة ويخلصها من خلايا الجلد الميتة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد في تنظيف الوجه من خلال استخدامه كغسول بسبب وجود مادة فيه تسمى السابونين، التي تعمل على إزالة الأوساخ والشوائب العالقة في الوجه وتطهره منها. كما له دور في تقشير البشرة، وهذا يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء ويجعل البشرة أكثر إشراقة. ماذا عن الطريقة الأفضل للاستفادة من خصائص الزبادي والشوفان في التخلص من البقع الداكنة في الوجه؟ نقوم بجلب وعاء ونضع فيه ربع كوب من الزبادي، ونضيف عليه ملعقتين من الشوفان، ونقوم بخلطهم خلطا جيدا حتى يتم التجانس بينهم، وبعد ذلك نقوم بتوزيعه بحركة دائرية على البشرة، ويفضل أن يتم ترك الخليط لمدة لا تقل عن الساعة فقط،
وبعد أن ينتهي الوقت نقوم بشطف القناع جيدا من على الوجه، ومن ثم نقوم بوضع قطعة من الثلج على البشرة لكي يتم قفل المسام جيدا، ويفضل استخدام هذه الوصفة 3 مرات من كل أسبوع. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. إلى اللقاء.